احتفل الأمير هاري بعيد ميلاده 37 مع زوجته ميغان ماركل، وقد تلقى التهاني من أفراد العائلة الملكية البريطانية رغم الخلافات السابقة التي تسبب بها زواجه من ماركل وتنحيهما عن واجباتهما الملكية. كل ذلك كان سببه قصة حب جمعتهما كانت أكبر من طموحات السلطة والمال، فكيف بدأت العلاقة وكيف تطورت؟ تعرف الثنائي من خلال صديق مشترك لهما عام 2016، لكن مشاعرهما دفعتهما إلى التواعد في مطعم سوهو ليتبع هذا اللقاء موعدين آخرين في المطعم نفسه. طلب بعدها الأمير هاري من ميغان اصطحابه في رحلة إلى بوتسانا، وذلك وفقاً لموقع هيتورد الأمريكي. وبعد مرور 3 أشهر اعترف هاري بحبه لماركل، تبعه صدور بياناً رسمياً من قصر باكنغهام دان فيه حملات التنمر على حبيبة الأمير. وقد عبر الأخير في حينها عن قلقه الشديد من آثار العلاقة على خصوصيتها وأمانها الشخصي، معرباً عن رغبته في حمايتها لتتخذ العلاقة منحى آخر. وبعد أن تم التعارف بينهما وبين عائلته المالكة، باتت ميغان الممثلة الأكثر بحثاً على محرك جوجل، فأعلنت إغلاق مدونتها بهدف التمهيد لحياة أكثر تحفظاً، لتعلن بعد ذلك خطبتها واعتزالها التمثيل عام 2017. ولكن كان ليوم الخطوبة أثراً سلبياً على نظرة عائلة الأمير لزواجهما، وذلك بعد كسرها للقوانين الخاصة بالعائلة المالكة من خلال احتضانها وتقبيلها للمعجبين في الحفل. ورغم ذلك أقام الثنائي بعد قرابة عام واحد حفل زفافهما في قلعة وينتسور، وقد أحدث ضجة كبيرة حيث شاهد حوالي 11 مليون شخص ضم مجموعة من ألمع نجوم هوليوود. إلا أن هذه المشاكل لم تفارقهما، إذ بدأت تحاصرهما مع ظهور والد ميغان توماس ماركل في لقاءات تلفزيونية متعددة هاجم خلالها ابنته بسبب تنحيها وزوجها عن واجباتهما الملكية، وتفاقمت الأزمة بعد رحيلهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقرارهما ببدء حياة مستقلة هناك. Thank you.